خلينا نتعرف يوسف. يوسف تفضل، حكينا على انت تبيع أقمصة وما شابه، يعني في قدام مسجد الرحمة هكا. نعم. حكينا من فضلك مسجد الرحمة اللي جاي في منطقة ود الشايع بمعزة بالأخص، يعني حكينا يعني كيفاش البيع يعني في رمضان. يعني البيع في رمضان يختلف على سائر الأيام تاع السنة، الناس يكون إقبال على هذه الألبسة الإسلامية كما نقول القميص ولا اللباس الإسلامي، يكون عليه إقبال في شهر رمضان أفضل من قبل رمضان وبعد رمضان، خاصة في العشر الأواخر من رمضان يكون الإقبال بكثرة على هذه الألبسة والأمور الإسلامية، كتب الروائح سواك القميص السروال شعر القميص قاع يكون عليهم الإقبال أفضل من قبل شهر رمضان. تفضل. وبالنسبة للأسعار، لا قبل الأسعار، قبل الأسعار. ويوسف يعني الإقبال هذا يكون للكبار ولا الصغار ولا النساء ولا الرجال ولا كل أطياف المجتمع، من الكبير الصغير المتعلم الغير متعلم، كل أطياف المجتمع يكون إقبال كاع الناس. وبالنسبة للأسعار، الأسعار متقاربة بين قبل رمضان وبعد رمضان، إلا تكون نقص في السلعة، السلعة تكون نقص فيها. والسبب وشنو؟ السبب كما نقول الإقبال، كثرة الإقبال على يعني الطلب والطلب يكون أقوى من العرض، بالتالي يكون ثم نقص في السلعة. أما السعر على حسب كما نقولوا على حسب في المنطقة، مثلا الأيام معروف للقماش راهو السعر تاعو مرتفع، تكون الأقمصة مرتفعة ثم كيما كانت قبل رمضان رانا نخدموا فيها في رمضان. انتم السلعة تاعكم خويا يوسف يعني فضلك. نعم. منين تجيبوها يعني؟ دول اللي تجيبوا منها السلعة؟ دول أكثرية دوك الصين والمملكة العربية السعودية والمغرب. ما بالنسبة للسلعة والأكثرية من الصين. أقمصة يعني. بالأقمصة. بالنسبة للعطور والمسك وما شابه. العطور كاين هنا محلية، هي الأغلبية يستوردوا العطور ويملؤوها في قريرات في قارورات صغار. وكاين اللي يجي مستوردة مباشرة من مصانع، مثلا هذا ماركة الرحاب تجي هكا تجي واجدة تما من السعودية من المصنع. كاين هذا الصيراطي يجيبوه في قارورة كبار ويملؤوه. الرحاب هذا يجي مباشرة هكا؟ مباشرة يجي هكا. والصيراطي هذا مسك يتملأ هنا في الجزائر. واش الفرق بين المسك اللي يجي مباشرة مثلا من المملكة العربية السعودية والمسك اللي يجي يعبوه لهنا؟ واش الفرق؟ ما فيش فرق. يشروه مثلا كما نقولوا يشروه أونفرا كما نقولوا حنا، كاين اللي يشرى أونفرا وهذا يتشرى واجد، ما عنده ما كاينش فرق بيناتهم، تما تكون التركيز نفس التركيز تاعهم. والناس خويا يوسف نشوفوا كذاك تبيع العسل حنا نعم. العسل هذا منين المصدر تاعو؟ عسل محلي، مثلا هذا عسل البرتقال جزائري يعني. نعم صناعه الجزائر، العسل الاكثر يخدموا الجزائر. الناس على من تقدم يعني؟ قلت لي كاين بضاعه صينيه وكاين بضاعه من المملكه العربيه السعوديه، يعني الناس على من تقدم اكثر يعني على حساب واش هما الاثريه فضلوا السعوديه، وهذا الصناعه تاع الصين ماشي معناتها رداءة المنتوج، على نوعيه القماش. كاين اكثريه تجار معروفين جزائريين كبار يشروا القماش تما ويخيطوا في الصين على اللي موجود الامكانيات، توفر الالات الخياطه متطوره يعني اليد العامله رخيصه ليك وبالتالي يكون ارخص تكون افضل، وهي الاكثريه مثلا الجوده يعني ما فيش فرق. كي نقولوا تاع الصين كاين كما نقولوا لي شوا، بروميي شوا دوزيام شوا وثالث. أنا نشوف هنا عندكم النوبل بيبل القرآن. نعم. يعني القرآن باللغة الفرنسية. باللغة الفرنسية. يعني لا جبتوه يعني. كاين طالب تاعه، يجوا مثلا المغتربين يجوا يبحثوا عليه، كاين ناس مثلا العباد يجوا يقول لك هدية نخدم مع واحد معنا انجينيور في المؤسسة فرنسي،
ندعوه للإسلام، ندوله حاجة باش يتعرف على الإسلام. ما كاين طالب عليه.